بدأت الغناء في المناسبات والأعراس من عمر صغير جدا إلى أن طورت بمستواها واكتسبت الخبرة الكافية لتنطلق بعد ذلك إلى إنتاج الأعمال الخاصة بها لتفتح أول أعمالها الفنية بأغنية وطنية ثم بأغنية أخرى لأهل الإمارات لتلقب بعد ذلك بلقب أول فنانة سعودية تغني للإمارات. هنتعرف عليها أكثر. ضيفتنا في الاستوديو أرحب فيها خلود محمد. أهلا وسهلا فيك خلود. حياك الله. هلا نورتينا. كيف حالكم؟ أخباركم؟ تمام. مشكورين على الإضافة الجميلة. أهلا وسهلا. يعني خلود ما شاء الله مشوار طويل. غنيتي أول أغنية لك كانت للمملكة العربية السعودية طبعا أغنية للوطن. أيوة. بعدين أغنية وطنية للوطن وبعدين غنيتي للإمارات وشعب الإمارات. هنتكلم عن كثير أشياء ولكن بداياتك ما شاء الله أنت بدأتي في سن أصغر من كده بكثير. أيوة. حكينا عن بداياتك. بداية تقريبا من 7 سنوات. ما أقول لك إنها موهبة أو لا، هو دعم وتحفيز. بالبداية صديقتي سوت لي حسابات السوشيال ميديا قالت صيري فنانة وكذا، فالحمد لله. يعني هي سمعت صوتك وكنتي أكيد تدندني وتغني ما بين صديقاتك وأهلك وكذا، والحمد لله في تقبل من الأهل. بالعكس الدعم والتحفيز. جميل. طب لا أنا ما عرفت من متى عرفت إنه صوتك حلو، صوتك يعني ينفع أنا ما تغني. عرفت اللي الناس اللي عرفت قالوا خامس صوتك حلوة تناسب. وانت يو بليف ان يور سيلف، واثقه في نفسك، كنتي غنيتي اغنيه وطنيه وايضا اغنيه للامارات. طبعا احنا رح نسمع كثير من الاغاني اليوم. هنسحب على الميدل بيس ونقعد ناخذ خلاص خلود. طيب ايش كانت الاغنيه الوطنيه اللي انت كانت هي من انتاجك الشخصي؟ كلميني عنها. الاغنيه الاولى كانت في اليوم الوطني السعودي بعنوان الله يعز المملكه طول السنين. فكره الاغنيه او كيف يعني فكرتي الإنجازات اللي صارت بالمملكة من الملك سلمان الله يطول بعمره ولي العهد، التطور اللي قاعد يصير هو اللي خلان وتشجع أكثر، خصوصا المجالات اللي قاعدة تصير للمرأة، فتحة المجالات. فالحمد لله توفقت في الأغنية من كلمات الشاعر مبروك بالماضي وألحان بنت الكويت. الحمد لله. هذه أغنيتك الخاصة؟ أغنيتي الله يعز المملكة طول السنين، أغنية وطنية. نسمع منها شيء طيب ولا بعد إذنك يا رؤى؟ إي طبعاً. طب ممكن نسمع منها حاجة؟ تمام. تفضلي. وسلام يا سلمان يا رجل الحزم، ملكنا راع الإرادة والعزم، الولي العادل إمام المسلمين، الله يعز المملكة طول السنين، والله يعز المملكة طول السنين. والمقطع الثاني تكلمت عن ولي العهد. وما ادري انا في حلم ولا في علم، اكتب عن الفرحه سطر يا قلم، عن فكر عن رؤيه ولي العهد الامين، الله يعز المملكه طول السنين، والله يعز المملكه طول السنين. الله يعزها ويرفع من شأنها دائما وابدا. امين يا رب. يعني بدأتي مشوارك الفني نقدر نقول عن طريق حساب خاص في السوشيال ميديا. أيوة. وبدأتي ما شاء الله يكون لك اعمالك الخاصه كمان. الحمد لله. دائما الاصوات الجميله الحلوه تكون مطلوبه في الاعراس وفي الزواجات، كيف شفتي هذا الموضوع من ناحيه اللي داعمينك اهلك والدينك وهذه الاشياء؟ الحمد لله في تقبل كثير. في تقبل ومع الوقت قاعد يتحسن الصوت اكثر. بيساعد اكثر يعني انك جالسه بتمرن يعني بتغني لايف ومع الناس وكذا، فبالتالي صوتك قاعد يتمرن تحسن الصوت اكثر. طيب خلود احنا اكيد مكملين معاك، لكن خلينا نطلع فاصل سريع ومن بعده مكملين مع خلود. مكملين معاكم مشاهدينا طبعا مع الفنانه خلود محمد. ارجع ارحب فيك مره ثانيه خلود. اهلا وسهلا من جديد. اهلا وسهلا. وكمان كان ليكي عمل فني ايضا اشتغل في السفاره الاماراتيه هنا عندنا في المملكه، كان من عمل فنانه سعوديه اللي هي يا اهل الامارات.
تمام. بالضبط، كلمينا عن هذه الأغنية وهذا العمل الفني. الأغنية هذه كانت أمنية يعني أنا أغني لها الإمارات، فالحمد لله تحققت الأمنية يعني تقريبا من 4 شهور وأنا أفكر أخطط كذا. فتلقت من شعراء إماراتيين سعوديين من أهل عمان، لكن الحمد لله توفقت بشاعر اللي هو الشاعر محمد بن سعيد المشيخي والملحن حمد اليحيائي وإشراف عوض العامري، كلهم العمل كله تقريبا فكرته لأهل الإمارات من الموسيقى من واللحن إماراتي. اي اللحن إماراتي يعني كان كل العاملين على هذا العمل إماراتيين. ايوه أيوة. وانت الفنانة اللي غنيتي بصوتك سعودي. ايوه رائع. اكيد طبعا لازم نسمع جزء من هالعمل الرائع، ايش رايك تسمعينا اياه يا خلود؟ طبعا هي مهداة من عندي ومن الشعب السعودي الى اهل الامارات. اكيد حبايبنا ويستاهلون والله. طبعا اي والله اخوان للاخر ان شاء الله. ومن دار سلمان سقت الحب فبياتي بريحة المسك والعنبر والورودي، يا أهل الإمارات في العيد الإماراتي، العيد واحد إماراتي يا وسعودي. ومن دار سلمان سقت الحب فبياتي بريحة المسك والعنبر والورودي، يا أهل الإمارات في العيد الإماراتي، العيد واحد إماراتي يا وسعودي. حلوة يعني الكلمات كثير حلوة والكلمات الكلمات رائعة كمان ما شاء الله. فعلا العيد واحد إماراتي أو سعودي يعني ما نخفي حبنا لأهل الإمارات وقد إيه الحمد لله من جد العلاقات الإماراتية السعودية رائعة جدا وخلاقة. خليني أسألك حاجة كمان مهمة، وجود السيدات الآن السعودية تحديدا في الساحة الفنية والغنائية كيف بتلاقي؟ الحمد لله فيه، أنا قاعدة أشوف إن فيه من في تقبل، أكيد في تقبل الحمد لله في تقبل، وأشوف الآن بدأوا البنات السعوديات يظهرون أكثر. طيب خلينا كمان نتكلم شوية عن أعمالك الخاصة يا خلود، ويعني اسم الله بعد هالأغنية الحلوة سواء الأغنية الوطنية ولا الأغنية الوطنية الإماراتية اللي مهدى طبعا منك من السعوديين ومن الشعب السعودي للإمارات الشقيقة، أبغى أعرف كيف شفتي قبول الناس وكيف كانت الأصداء عن هالأعمال الخاصة؟ الحمد لله تلقيت قبول جدا كثير، أو شيء بغنية السعودية، وحتى أن يوم غنيت الأغنية السعودية أهل الإمارات قاعد يسمعونها وكذا، فالحمد لله الأغنية هذا القبول قاعد يشجعك أنك كمان تشتغلي أكثر على أعمالك الخاصة، خصوصا الأغاني اللي تكون لها علاقة بالمناسبات الوطنية، أو لا حابة أنك تاخذي مثلا لون ثاني ومختلف في هذا المجال؟ لا أنا حبيت شوفي أبدأ بالوطنية بعدين أبدأ بلون خاص فيني. أيوه بس يبيله اكيد يعني الحين السوق يعني شوي صعب. فما تبغى تعرفي او تدرسي اكثر متطلبات السوق او متطلبات الناس الجمهور اللي حابب يسمع او يتذوق الفن. كمان يمكن في نقطه معينه، ايش ممكن تكون في اغاني مثلا على الساحه موجوده او مطربين وفنانين عندهم مدرستهم الخاصه قريبه لك؟ ايوه قريبه لك. اكيد فنان العرب محمد عبده، اكيد رابح صقر، راشد ماجد، عبد المجيد عبد الله نوال، هذا اكثر شيء يعني انا اسمعهم واتعلم منهم. جميل. ايش اكثر اغاني تحب تغنيها لهم؟ محمد عبده. ناخذ نسمع شيء لنوال، ايش رايك؟ والله جاء من الكنترول طلب خاص. طلب خاص من الكنترول نبغى نسمع النوال. يا ناعم العود حضرت النوال. خلاص اوكي انا راح ناعم العود. تمام نبغاك تكوني مرتاحه. يا نعم العود يا سيد الملح، يا نعس الطرف ارحم حالتي، ليت الغرب حاكم والله نشتكي، ليت الغرب حاكم والله نشتكي. قلبي علينا بطعنات الرمح،
قلبي عليلان بطعنات الرمح هذا وندوي لجناك حسرتي ليت الغرام حاكم والله نشتكي ليت الغرام حاكم والله والله يا نعم العود. العافية يا خلود، أهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم حبيبتي. الله أهلا وسهلا مشاهدينا. للأسف إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نودعكم أنا وعبير، لكن أكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله. في أمان الله.